عبرت منظمات دولية وحقوقية من بينها الأمم المتحدة عن قلقها بشأن ما وصفه ناشطون بحملة أمنية قاتلة في إيران ضد متظاهرين خرجوا احتجاجا على وفاة شابة بعد توقيفها على أيدي شرطة الأخلاق في طهران. وفرقت قوات الأمن الإيراني مظاهرة في مدينة سندج للاحتجاج على وفاة الفتاة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق، فيما قال جمعية كردية إن 4 أشخاص لقوا حتفهم في الاحتجاجات الاثنين. وتوفيت أميني البالغة من العمر 22 عاما الجمعة الماضية بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق المعنية بمراقبة قواعد اللباس لدى النساء في البلاد. ومناقشة الملف الإيراني أرحب بضيفي السيد سعيد شاوردي الباحث في الشأن السياسي والاقتصادي الإيراني من طهران. أهلا بك سيد سعيد معنا. بداية، ما انعكاسات مقتل مهسا أميني على المشهد في إيران في ظل هذه الاحتجاجات؟ تحية طيبة لك ست سوسن ولجميع المشاهدين. أهلا بك. طبعا حصلت يعني بعض الاحتجاجات خلال اليومين الأخيرين في بعض المدن، ولكن طبعا ليست بالاحتجاجات الكبيرة. هناك السلطات يعني حتى هذه اللحظة تؤكد أنها تتابع القضية بشكل حساس، وهي تريد أن تعرف بالضبط ماذا حصل للسيدة مهسا أميني، وتؤكد أنه لا يوجد حتى هذه اللحظة أي أدلة على أن هناك حصل عنف من قبل الشرطة. الأطباء الذين يعني خلال الأيام الأخيرة أو قبل أن تتوفى مهسا يعني كانوا هم يتابعون معالجتها، يؤكدون أنها لم تتعرض للضرب، والصور التي أخذت في المستشفى أيضا تؤكد ذلك. ولكن بالرغم من كل هذا، هناك إن أعتقد يعني بحاجة نحن إلى المزيد من الوقت حتى نعرف المزيد من التفاصيل. طب برأيك سيد سعيد، يعني ما تحدثت به وهي الرواية الرسمية من الشرطة الإيرانية، هل جاءت مقنعة؟ نعم، أعتقد هي مقنعة، لأن هناك توجد يعني أدلة دامقة. يعني عندما تعرض الشرطة يعني فيلم يؤكد يعني هذه الرواية، أعتقد بكل تأكيد تكون هي مقنعة. ولكن لا يمكن يعني كيف توفيت الفتاة بين ليلة وضحاها؟ طبعا أنا لا أدافع لا عن الشرطة ولا عن أي شيء، أنا كصحفي فقط أنقل يعني ما أراه. طيب. وما أراه في الشارع بكل تأكيد. هناك السلطات تؤكد أن يعني أنا رأيت الفيلم الذي عرضته الشرطة، يعني الفتاة كانت واقفة ورأسا يعني أصيبت بوعكة وسقطت على الأرض، وكان يعني بجنبها العشرات من الفتيات وليست لوحدها. وهذا الفيلم موجود، هو منشور على الانترنت، يمكن كل واحد بيشوفه ويتأكد منه. فيعني لحظة في خلال لحظات يعني حصل لها. وطبعا اليوم يعني قبل قليل أنا سمعت في الأنباء تحدث أحد الأطباء من الكوادر الذي أشرف على يعني معالجة مهسا، وقال أنها يعني عندما كانت طفلة في العام 8 من عمرها قد أجري لها عملية جراحية على المخ، وكانت تعاني طبعا من ورم في المخ. طيب. وكانت العملية في ذلك الزمان ناجحة، فيمكن أن يكون يعني هذا أيضا له
السبب، ولكن بكل تأكيد نحن كما قلت نحتاج إلى المزيد من التحقيقات حتى طيب فقط رواية والد الفتى سيد سعيد قال إنها لا تعاني من أي أمراض، وقال والد الفتى أيضا بأنه كان هناك كدمات على ساقيها في المستشفى. يعني تحدثنا عن رواية الحكومة ولكن هذه أيضا رواية والد الفتاة. عناصر الشرطة الأخلاقية التي قامت بأخذ الفتاة، يعني إلى أي مدى هذه الشرطة التي تراقب لبس الفتاة في إيران باتت مثارا للجدل في البلاد؟ لا بكل تأكيد، يعني ست سوسن هي القضية ليست فقط يعني فقط قضية وفاة فتاة، وهذا طبعا محزن بالنسبة للجميع هنا في إيران، والكل يريد يعرف التفاصيل حتى يطمئن أنه لم يحصل لها يعني أي ضرب أو أي شيء من هذا النوع. بكل تأكيد نحن نثق بالرواية التي سمعناها، بسبب أنه يعني ليست هي المرة الأولى، هناك كانت أحداث عام 2009 عندما جرت الانتخابات وفاز فيها في عام 2009 أحمدي نجاد، وحصلت اشتباكات واحتجاجات في الشارع، فهناك توفيت يعني شاب اسمها نداء سلطان، وبعد ذلك تبين يعني تم قتلها من قبل عناصر قد يعني تسللت في الاحتجاجات، واتهمت في تلك اللحظة الشرطة بقتل تلك الفتاة، ولكن بعد ذلك تبين أن الشرطة لم تطلق عليها النار وقتلت بسلاح أبيض. اليوم أيضا هناك هجمة يعني واسعة وكبيرة من قبل الإعلام ومن قبل المعارضة في الخارج تشن على قوى الأمن وعلى الشرطة، وبكل حال يعني تريد هذه المعارضة أن تستقل الحادث. يعني خلال 3 أيام فقط يعني وصل عدد التغريدات وما كتب في الإنترنت يعني تخطى 50 مليون تغريدة، فهذا ليس بالشيء الطبيعي. يعني هذا يعني عندما تنظرين إلى الشهيد قاسم سليماني وهو شخصية مشهورة ومعروفة في كل العالم، لا تجدين في الإنترنت أكثر من 5 أو 6 ملايين يعني جملة أو شيء يعطيك جوجل، ولكن خلال 3 أيام أن تصل يعني هذه الكتابات والتغريدات إلى 70 مليون، فهذا عدد كبير جدا، وبكل تأكيد هناك عناصر تعمل على طبعا زيادة. شكرا، أعذرني على ضيق الوقت. شكرا جزيلا لك سيد سعيد شاوردي الباحث في الشأن السياسي والاقتصادي الإيراني من طهران على هذه المشاركة.